ده هيخليني هنا هسأل على سبيل المثال، أنا زي ما أنا بقول أو زي ما حضرتك قلت تحديدا، أنا زي ما أنا بستنى المستثمر الأجنبي أوروبي أمريكي غربي بشكل عام أو حتى صيني إلخ إن هو يخش عندي، طب وأنا كمان عاوز أدخل جوه استثمارات جوه إفريقيا. مصر بعد فترة للأسف الشديد من فتور العلاقة مع إفريقيا ووصلنا إلى مرحلة في بعض الأحوال كانت القطيعة، فكانت بدبلوماسية رئاسية شديدة المهارة اتصوت لنا بالإجماع في الاتحاد الإفريقي لرئاسة مصر في 2019. طيب ده معناه أنه كده المناخ السياسي أصبح مواتي، هل أنا بقى كمستثمر مصري أنا جاهز أن أنا أدخل ولا لا؟ وهل أدخل مستثمر يعني أدخل فرادة ولا ندخل بتحالفات استثمارية كبيرة؟ وده برضو بيجرني على أنا في عندي طريق بري مفترض أنه يبقى أطول طريق بري في العالم، مصر جنوب إفريقيا أو القاهرة كيب تاون، وبعدين؟ شوف، أنت بتفتح ملف مهم جدا في الاقتصاد، وهو خلينا ننتقل إلى ربما كنت أتمنى أن تضاف جلسة في هذا المؤتمر تتعلق بالاقتصاد المصري الأفريقي. حلو. بتوطين الصناعة المصرية الأفريقية بالخامات الأفريقية، إحنا في أمس الحاجة لده، لأنه مش معقول العالم بقوى العظمى يعود إلى القارة الأفريقية ليبحث عن مخرج. ألمانيا تبحث عن مخرج في الطاقة في السنغال الآن، إيطاليا تبحث عن مخرج في الطاقة في أنجولا، العالم يلهث على الأمن الغذائي، الصين تصدر ب110 مليار. إذن ما ينفعش 7-8-10 لعيبة كبار دول موجودين في القارة من 200 سنة ونحن لدينا يعني عمق في القارة الأفريقية. طيب الآن كما ذكرت توفرت الإرادة السياسية الحقيقية، وده أكبر دعم للمستثمر القطاع الخاص، عندما تتوفر الإرادة السياسية، عندما يمهد المسرح للعمل وتبقى في نماذج على الأرض، في عندنا 7-8 شركات كبرى بدأوا يبقوا متواجدين في القارة الأفريقية، لكن ده مش كفاية، احنا دولة 110 مليون، دولة عندنا آليات الاقتصاد والاستثمار الجيد. رجل الأعمال المصري لابد أو القطاع الخاص المصري لابد أن يعيد صياغة أيديولوجيته بأيديولوجية جديدة مختلفة عن 40 عام اللي مضوا في مصر. أنت مش هتخرج بالطريقة اللي اتكونت بيها هنا، يعني أنت مش هتخرج يعني بطريقة مثلا الاستثمار العقاري بهذا الحجم وهذا الزخم، لأن في دول محتاجة هاوسنج بس مقاولات أو بنى أو شقق، مش محتاجين. في دول محتاجة أنك تساعدها بالخبرات الاستشارية. في دول محتاجة أنك تدخل مع تجارها وتبعد عن فكرة أن أنت فلان وترتان وبتاع هيسندني شغلي وهيسندني استثماراتي. في برضو أيديولوجية لازم تبني على مصالحتك مع نفسك مع صندوق الاستثمار المحلية صندوق مصر السيادي، وتتعامل معاه مش فكرة مين اللي يكسب من التاني أكتر ومين اللي ياخد النسبة الأعلى ومين اللي ياخد موافقات أكتر، لا 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 لا، الفكرة لازم تكون مختلفة تماما ومبنية على دراسات الوين وين أو الربحية للجميع أو الربحية لكل الأطراف، وبعدين نقبل بمعادلات جديدة في العالم هي فرضت نفسها. يعني أنا عايز أقول لك على حاجة، ما يحدث في العالم الآن اقتصاديا في معادلات جديدة، يعني معادلة امتلاك سر الصناعة النو هاو دي هتتحكم في حاجات كتير جدا في العالم طبعا. وربما كانت سبب يدفع الرئيس الامريكي السابق داخليا الى انه بيشعر ان الصين بتاخد منه النوهاو والنوهاو بتاعت التجاره العالميه، وبدو كرجل اعمال ما كانش متقبل هذه الفكره طبعا. احنا لابد ان نتقبل ان احنا نكون قادرين على ان نمتلك بمراكز البحثيه وبجامعاتنا بالتعاون مع مجتمع الاعمال سر الصنعه للشوكولاته. سيد الرئيس عندما تحدث مع احد اشهر مذيعي سي ان ان في الاقتصاد في عام 2018 وقال له سيد الرئيس المصري، ولا انا هنا عمق الاقتصاد، قال له افريقيا بتنتج كاكاو بذور ب5 مليار والعالم الاخر بياخده ويرجع لنا شوكولاته ب100 مليار، اذا في قيمه مضافه مفقده للشعب الافريقي مليار و300 مليون 100 مليار دولار في الكاكاو. هل في مصري النهارده او مجتمع الاعمال المصري قادر على الدخول للاستثمار في غانا في مصنع الكاكاو الباودر بودره الكاكاو عشان نقدر نمتلك مثلا حصه من هذه الحصه زي ما امتلكها غيرنا من هولندا ومن المانيا في عمق قارتنا واحنا قاعدين؟ ده مفهوم ومفاهيم جديده محتاجه شغل كتير ومحتاجه لمزيد من اللقاءات ومزيدا من التوعية ومزيدا من الوعي ومزيدا من الدراسات جوه عمق القارة الأفريقية. محتاجين نغير فكرة السيلز جيناتيك الجين البيعي اللي هو عايز اروح مشوار اجيب حق الطريق، لا انا عايز اقعد واستوطن. زي يعني انا مثلا يعجبني جدا جدا نموذج الإخوة اللبنانيين في الدخول لعمق القارة الأفريقية، نموذج استيطاني يعني طبعا. احد الشركات الكبرى في السنغال، احد الشركات انا شوف زرت الكلام ده طبعا كتير في لبنان، هو قعد وبعده 40 سنة و20 سنة وابنائه طلعوا في هذه الدولة
دولة وبيحقق دخل غير طبيعي، وربما يمكن هذا الدخل اللي شايل لبنان حتى الآن يعني حتى هذه اللحظة في الظروف الصعبة جدا. اللي أنا عايز أقوله إحنا محتاجين لا نكتفي بحجم السوق المغري، السوق المصري السوق مغري جدا، 110 مليون اللي بيبيع فيهم في اليوم برقم معين مش عايز يخرج لبره، واللي بيخرج لبره يعني عايزين نوسع قاعة المصدرين، عايزين نغير منظومة الصادرات عندنا، عايزين الصادرات دي 100 مليار دولار يبقى ليهم أب شرعي، الهيئة العليا للصادرات ولها مدير مسؤول عن 100 مليار أمام رئيس الجمهورية وأمام الشعب. إحنا محتاجين نلم الهيئات المنتشرة دي عشان نقضي على الجزر المنعزلة وتبقى فيه خريطة تصديرية في عمق القارة. برضو ده جزء من العوائق اللي بتصادفنا دايما في الاستثمارية، مسألة تعدد الولاية. بالظبط، إن أنا بلف على 17 مكان. أنت عارف التصدير له كم ولاية؟ التصدير فيه 6-7 ولايات في مصر. هيئة تنمية الصادرات، صندوق الرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، هيئة المعارض، المجالس التصديرية، التمثيل التجاري، كل دول بيشتغلوا صادرات، كلهم بيشتغلوا كويس وكلهم بيشتغلوا صح، بس 11 لاعب بيلعبوا تمرينة، عايزين نلعب مباراة لها كابتن واحد، لها مدرب واحد، لها مسؤول واحد، آخر السنة يا أستاذ يوسف عايزين نجيب يوسف الحسيني نقول له أنت كنت مديرا تصدير لمصر، أين ال 100 مليار؟